مشاهدينا الكرام اسعد الله اوقاتكم بكل خير مرحبا بكم في حلقه جديده من برنامجكم يسالونك. تحدثنا في حلقه ماضيه في موضوع تحريم القتال في الاشهر الحرم الذي بداناه في حلقه تحدثنا فيها من خلال ما جاء في القران الكريم يقول عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم لقد قادنا هذا البحث الى فتح المجال على موضوع الحرب بصوره عامه من وجهه نظر الاسلام المدعمه بكثير من الايات الكريمه والاحاديث النبويه الشريفه وها نحن اليوم في هذه الحلقه نستكمل هذا الموضوع لنتحدث عن وضع الاسلام في عالم اليوم عالم مليء بالحروب المتجدده في امكنه كثيره من العالم ونبدا بالتساؤل عن اهداف الحرب في عالمنا سواء من وجهه نظر الاسلام او من وجهه نظر مشعلي هذه الحروب الظالمه ونبدا باهداف هؤلاء تجار الحروب غير المقدسه الذين ينطبق عليهم قول الله سبحانه وتعالى الحمد لله رب العالمين وصل اللهم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها السادة أيتها السيدات منذ بزغ فجر هاته الأمة إلا وأعداؤها يكيدون لها ويحيكون ضدها المؤامرات ويسعون إلى تفريقها وتشتيتها وإلى سلب ثرواتها ومقدراتها حتى تكون ضعيفة هزيلة ولهذا نجد ان من حكم وغايات فرض القتال او الجهاد هو حمايه لهاته الامه حمايه عامه، حمايه لحدودها، حمايه لترابها، حمايه لمقدراتها وثرواتها وحمايه للانفس التي فيها ولكيانها وهويتها. وهذا مسعاهم ومشروبهم، دائما يسعون الى ان يسلبوا ثرواتنا. وطبعا ياتون بشعارات طنانه وهتافات براقه. من جملة ذلكم يريدون الإصلاح وتطويرنا ولهذا قيل يقول الله عز وجل في محكم تنزيله: «وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون» وقال الله تعالى ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها فهم ياتون بهاته الشعارات وبهاته العناوين في بطون مراداتهم ويريدون تخريب هذه الامه الم يقول الله عز وجل مخاطبا ايانا ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم الا حتى تسير على طريقهم ونهجهم وبالتالي بمفهوم المخالفه اذا لم تتبعهم فلن يقفوا عند حدهم ولن يتورعوا على تدميركم ولهذا قال تعالى يسالونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام واخراج اهله منه اكبر عند الله والفتنه اشد من القتل ثم تامل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا إذا أين هو؟ ينبغي أن نكون متفطنين وينبغي أن نتمسك بهدي ربنا لأنه هو العصمة هو الملجأ ولهذا قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ولا تفرقوا وأمرنا أن نتواصى فيما بيننا بالتقوى وبالصبر ولهذا قال: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. إذا الجدار العازل المانع الحصين الذي يمنعنا من مكائدهم ويمنعهم من اخذ ثرواتنا وسلب مقدراتنا هو ان نتوحد فيما بيننا ان نتآزر ان يسعى بذمتنا ادنانا الى غير ذلك من المعاني ولهذا جاء عن النبي عليه الصلاه والسلام حيث يقول مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى ويقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا ثم شبك النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بين يديه الشريفتين فاذا تاملوا هذا هو الدواء الناجع والعلاج لرد مؤامرات وصد مكائد هؤلاء الذين يتربصون بثرواتنا ويستنزفون خيراتنا ويريدون ان نبقى في العصور المظلمه المتخلفه من اجل ان يدمروا هذا الدين الذي هو الحصن الحاصين والحصن المنيع لهذه الأمة، فالله نسأل أن يرشدنا لما فيه خيرنا وفيه سدادنا وقوتنا وثباتنا وبقاؤنا. وما دمنا قد عرفنا الاهداف الحقيقيه لمشعدي الحروب الحروب الظالمه في عالم اليوم فلا شك انه من المفيد ان نلقي الضوء على الذرائع التي تختفي خلفها تلك الدول المشعله للحروب وتتخذها قناعا انسانيا لماربها الخبيثه حيث يهيئ قادتها الراي العام العالمي بادعاءاتهم الكاذبه لشن الحرب على شعب ما ثم يقومون تحت غطاء ذلك الشعار الكاذب طبعا بالهجوم على تلك الدوله لكنهم في الحقيقه يسعون الى تحقيق اهدافهم اهداف قذره عرفناها قبل قليل يقول عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم الوفاء بالعهد وصله ما امر الله به ان يوصل والاصلاح في الارض هي الاسس التي امر الله بها البشريه ولذلك حذر من خلافها فلما ذكر ربنا عز وجل حال المؤمنين قال والذين يصلون ما امر الله به ان يوصل وذكر نقيضهم فقال والذين ينقذون عهد الله والذين يقطعون ما امر الله به ان يوصل ويفسدون في الارض اولئك لهم اللعنه ولهم سوء الدار والذين ينقذون عهد الله بعد ميثاقه فنقض العهد هو من الامور التي حذر منها ربنا جل وعلا لان الكلمه عهد وميثاق وكل حركه في الوجود هي عهد وميثاق يبدا العهد مع الله ثم العهد مع نبيه ثم العهد مع المؤمنين بل والعهد حتى مع غير المسلمين فالمؤمن ينبغي ان يفي بعهده في كل ميثاق اشار اليه ربنا تبارك وتعالى وزاد التشنيع في من يقطع العهد بعد توثيقه ثم اشار ربنا تبارك وتعالى فقال: ويقطعون ما امر الله به ان يوصل، فاول ايصال ان يتصل العبد بربه، ولذلك عظيم من قال وهو يخاطب ربه: فليتك تحلو والحياه مريره، وليتك ترضى والانام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر وبين وبين العالمين خراب اذا صح منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب يشير الى هذا الود بينه وبين ربه ثم هناك وصل مع نبيه صلى الله عليه وسلم لان الاتصال مع رسول الله هو اتصال بالله وذلك الادعاء الذي ذكره القران في من يدعون محبه الله ويقطعون رسوله فقال قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني اي اتبعوا النبي يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. الاتصال بالله والتواصل مع رسوله صلى الله عليه وسلم يقتضي منا ان نصل رحمنا كمسلمين وان بالرحم الاسلام يقتضي منا كمسلمين ان نصل رحمنا بالانسانيه فان الاسلام جاء ليؤاخي المسلمين اخوه الاسلام وليؤاخ البشريه اخوه الانسانيه وذلك الذي اشار اليه ربنا واشار اليه نبينا صلى الله عليه واله وسلم بل ان الله عز وجل جعل قطيعه الرحم ونقض الميثاق وقطيعه رسوله صلى الله عليه واله وسلم افساد في الارض لذلك قال ويفسدون في الارض ويفسدون في الارض وقد حذر من الافساد في الارض فقال عن شان المنافقين الذين يبعثون النميمه ويبعثون الفرقه والشتات والخلاف بين المسلمين قال عنهم ربنا عز وجل واذا قيل لهم لا تفسدوا في الارض واذا قيل لهم لا تفسدوا في الارض عجيب قولهم قالوا انما نحن مصلحون نقضوا ما اشار اليه ربنا جل وعلا، لو انهم قالوا انما نحن لسنا بمفسدين لكان معقولا، اما ان يجعلوا الافساد اصلاحا وقالوا انما نحن مصلحون فذلك امر عجيب مستغرب، واذا قيل لهم لا تفسدوا في الارض، لان صناعه المنافقين هو هذا الشتات، هذه الفرقه، هذا البعد عن منهج الله في الجمع والاتصال في الوفاء بالعهود كلها في الاتصال بالله ورسوله والناس جميعا فالوحده وحده الكلمه كوحده العقيده كذلك اشار ربنا والحمد لله رب العالمين نحن قد عرفنا أهداف المعتدين ومشعلي الحروب الظالمة في عالم اليوم وحري بنا أن نتعرف إلى أهداف الإسلام المغايرة لأهدافهم والتي تتجاوب مع الفطرة الإنسانية السليمة وذلك من خلال التوجه إلى القرآن الكريم الذي يعتبر أصل التعاليم الإنسانية بكاملها يقول عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد يقول المولى جل وعلا اذن للذين يقاتلون بانهم ظلموا وان الله على نصرهم لقدير الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم بغير حق الا ان يقولوا ربنا الله ولولا دفاع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولا ينصرن الله من ينصره ان الله لقوي عزيز ان الحرب المشروعه في الاسلام هي تلك الحرب التي يدافع فيها الانسان على كيانه وعلى وطنه وعلى دينه وعلى عرضه وقد كان المسلمون في بدايه الامر قله في العدد وقله في الظهر الذي يحملهم وكانوا ياتون الى النبي صلى الله عليه وسلم يستاذنونه في امر الجهاد فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لهم انني لم اؤمر بالقتال بل كانوا يعذبون فلا يوصيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الا بالصبر والاحتساب ويقول لهم لقد كان من كان قبلكم ليمشط بامشاط من حديد ما يصده ذلك عن دينه وينزل قول الله تبارك وتعالى: ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما ياتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين امنوا معه متى نصر الله؟ الا ان نصر الله قريب. فهذه هي سنه الله تبارك وتعالى في الامتحان والابتلاء وتحمل المشاق والمتاعب من اجل الدعوه الى الله تبارك وتعالى. ولكن لما هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم الى المدينه المنوره اذن الله تبارك وتعالى له بالقتال فقال الله عز وجل بدايه: ان الله يدافع عن الذين امنوا، ان الله لا يحب كل خوان كفور اذن للذين يقاتلون بانهم ظلموا وان الله على نصرهم لقدير بين الله سبحانه وتعالى انه هو وحده هو الذي يدافع عن الذين امنوا وجاء هذا الفعل بصيغه المضارع بمعنى ان الله تبارك وتعالى دافع ولا يزال مدافعا عن الذين امنوا ثم بعد ذلك اذن الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين بالجهاد ثم امر الله سبحانه وتعالى كذلك باعداد العده فليس من العقل ان تواجه خصما دون ان تعد العده له ولذلك قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز واعدوا لهم ما استطعتم اي كل شيء تستطيعون اعداده عليكم باعداده واعدوا لهم ما استطعتم من قوه ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون فجاء الأمر بالإعداد من أجل إرهاب العدو بمعنى أن هذا الإعداد ليس من أجل القتال وإنما من أجل أن تكون هذه الأمة مرهوبة الجانب فلا يستطيع الاعداء بعد ذلك ان يعتدوا عليها فبهذا الاعداد نكون قد حمينا انفسنا ولا ندخل في حرب بوجود هاته الرهبه لهاته الامه القويه التي امرها الله سبحانه وتعالى بالاعداد. ثم بين الله سبحانه وتعالى فقال: ما استطعتم من قوه ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم قد يكون هنالك عدو خفي لا تعلمه ولكن الله تبارك وتعالى هو الذي يعلمه فعليك بإعداد العدة من أجل هاته الحرب ومن اجل الا ينال منك العدو شيئا اذا كنت متسلحا بسلاح القوه ثم بعد ذلك نجد قول الله تبارك وتعالى وان جنحوا للسلم فاجنح لها دل هذا على ان دين الاسلام هو دين يسر ودين مسامحة ودين مسالمة مع الاخرين وان الحرب ليست وسيله وان وليست غايه وانما هي وسيله هذا ما بينه الله سبحانه وتعالى نسال الله تبارك وتعالى ان يوفقنا الى كل خير وان يبعد عنا كل شر وسوء والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الاسلام دين السلام بامتياز، هذه حقيقه. حقيقه من القران الكريم وحقيقه من سنه النبي صلى الله عليه وسلم، وحقيقه من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل من اسمائه السلام. وتحيه المسلمين السلام بمعنى الامن. وتحيه اهل الجنه كذلك السلام. القران الكريم يقول: وان جنحوا للسلم فاجنح لها ادخلوا في السلم كافه. النبي صلى الله عليه وسلم يخبر الصحابه رضي الله تعالى عنهم بان بانه لا يجوز لهم ان يتمنوا القتال، لا تتمنوا قتال العدو فاذا لقيتموه فاثبتوا. ذلك ان الاسلام انما جاء من اجل ان ينشر السلام في الكون ويستحيل ان يكون هذا شأنه أن ينشر القتل والقتال كما يروج البعض وكما يريد أن يقول البعض بأن هذه الشريعة هي شريعة دم وشريعة قتال والحقيقة أننا عندما استقرينا غزوات النبي صلى الله عليه وسلم وجدنا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يجتنب قتال مشرك قريش ما استطاع إلى ذلك سبيلا مشاهدينا الكرام الى ان نلتقي في حلقه اخرى من برنامجكم ويسالونك استودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته